مرحبا، معكم لارا عنبتاوي من منصة من مناهج الأردن صوت وصورة. رح أكون معكم بمادة العلوم للصف السادس. اليوم درسنا درس الثاني من الوحدة الأولى، هو عبارة عن نقل المواد والعمليات الحيوية. أول إشي بدي أعرف إنه العمليات الحيوية في الخلايا رح تسهم في الحفاظ على حياة الكائنات الحية. إذن هاي أول إشي رح أستفيد منه لأهمية العمليات الحيوية في الخلايا. إجي سألتك شو أهمية العمليات الحيوية في الخلية، رح تيجي تحكي لي تسهم في الحفاظ على حياة الكائنات الحية. هلأ رح نيجي نحكي عن نقل المواد عبر الغشاء البلازمي. تذكر معي شو تعريف الغشاء البلازمي؟ يلا تمام، هو عبارة عن غشاء رقيق يحيط بالخلية. هلأ هاي الخلية شو رح تعمل فيها؟ رح تحميها من المؤثرات الخارجية، وكمان رح تساعد في نقل المواد بين الخلية والأخرى. هلأ اجيت حكيت نقل المواد عبر الغشاء البلازمي. هلا انا عندي خلايا، الخلايا رح تحتوي على مواد مختلفة. بدي احفظ ايش المواد اللي رح تحتوي عليها الخلية. عندي ماء، عندي املاح، عندي اكسجين. تنتقل هذه المواد من خلية الى اخرى عبر الغشاء البلازمي. عندي ماء، املاح، اكسجين، رح ينتقلوا من خلية الى اخرى. لحتى شو؟ لحتى احافظ على الاتزان الداخلي. رح تسألني يا مس شو هو يعني الاتزان الداخلي؟ هلا الاتزان الداخلي هو عبارة عن ثبات بيئة الخلية الداخلية. يعني انا بدي احافظ على جو الخلية من جوا. بما انه انا عم بحافظ على جو الخلية، اذا شو بدي اتذكر؟ بدي اتذكر انه هذا معناه الاتزان الداخلي. ليش بدي احافظ على الاتزان الداخلي؟ من اجل مساعدة الخلايا على اداء وظائفها بكفاءة. هلا انا حكيت انه يمس عندي ثلاث اشياء داخل الخلية، عندي ماء، عندي املاح، عندي اكسجين، هاي المواد. تمام، هلا الماء والاملاح والاكسجين الاتزان الداخلي رح يرتب لي اياهم مشان تكون الخليه شو تقوم بوظائفها براحه. تمام، يسمح ثبات كميه الماء في الخليه بحدوث تفاعلات ضروريه، هاي اول اهميه لإلها. اثنين، بيسهل ثبات كميه الماء على حركه العضيات داخلها. ثلاثة، ثبات كمية الماء في الخلية شو رح يحميها؟ رح يحميها من الجفاف. إذا أنا عندي الماء داخل الخلية له ثلاث أهميات. عندي أول إشي حدوث تفاعلات ضرورية، اثنين حركة العضيات فيها، ثلاث بيساعد على حركة العضيات فيها، وثلاثة إيش مس حكينا؟ ثبات كمية الماء في الخلية رح يحميها من الجفاف. تمام، في عندي كمان سكر. ثبات كمية السكر بيضمن إنتاج الطاقة اللازمة لأداء الخلية مهامها المختلفة. كمان مرة، ثبات كمية السكر شو رح يعمل؟ رح يضمن إنتاج الطاقة اللازمة. خلينا لو اجيت سألتك، أوكي حكينا السكر لما يكون كميته ممتازة يعني بالخلية إيش بيعمل؟ بيضمن لي إنتاج كمية من الطاقة. اجيت حكيت طيب الماء، لو اجيت حكيت شو بيسهل الماء؟ بيسهل حركة العضيات. لو اجيت حكيت طيب ثبات كمية الماء شو بيعمل؟ بيعمل على شغلتين، حدوث تفاعلات ضرورية وبتحميها من الجفاف. رح نبلش بالجزئية الثانية. اول اشي انا عندي طرق انتقال المواد عبر الغشاء البلازمي. عندي ثلاث طرق بدي احفظهم، وكتير مهم اني احفظهم. عندي واحد الانتشار، اثنين غسيل اسموزية، وثلاثة النقل النشط. خلينا نعيدهم، انتشار، خاصية اسموزية، ونقل نشاط. هلا لما بنيجي نحكي الانتشار، اول اشي بدي اوضح لك هيك صورة. تخيل معاي كاسة مي وجبت لها نقطة حبر وحطيتها ونقطت. الحبر رح يضل موجود متركز على النقطة واللي رح يتوزع؟ برافو، رح يتوزع لدرجة انه انت ممكن تشوف الكاسة المي كلياتها مثلا لونها ازرق على لون الحبر اللي انت حطيتها. فهاي اسمها خاصية الانتشار. خاصية الانتشار بتصير للأكسجين وثاني أكسيد الكربون. خليني أوضح لك إياها بطريقة أحلى. هلأ عندي كاسة مي، عندي حبر، باجي هذا الوسط الأقل تركيز، وهنا أنا عندي الوسط الأعلى تركيز، بدي أحط نقطة. شوفي ها، شوفي كيف انتشر، انتقل من الوسط الأعلى تركيز إلى الوسط الأقل تركيز دون الحاجة إلى طاقة. هلا
الانتشار حكيناها انه هي عبارة عن طريقة انتقال مثل انتقال المواد مثل الاكسجين وثاني اكسيد الكربون عبر الغشاء البلازمي من خلية الى اخرى من الوسط الاعلى تركيز الى الاقل تركيز دون الحاجة الى الطاقة. مثل شو؟ زي ما حطنا بالمثال اللي هي نقطة الحبر لما حطناها بالماي كيف انتشرت. هلا رح نبلش بالطريقة الثانية اللي هي عبارة عن شو؟ الخاصية الاسموزية. بدي تركزي معي شوي، ركز معي. يلا الخاصية الاسموزية، مثلا انا كان عندي مي، تمام؟ خلينا نجرب. تخيل هاد عندي هون نقطة متركزة، تمام، وعندي هون الماء الذائب اكبر كميته من شو؟ من مثلا الحبيبات هاي، اعتبر انه هاي حبيبات وهاي مي، وكمية الماء ايش رح تكون؟ اكبر. فاذا هون بدي اعتبر انها هي الاقل شو؟ برافو، الاقل تركيز. كيف بدي اميز بين الاقل تركيز والاعلى تركيز؟ وهنا عندي الجزيئات اكثر من المي، اذا هون شو بدها تكون؟ الاعلى تركيز. هاي اول اشي. وحكالي انه في عندي شو؟ خاصية اسموزية، تمام. حكالي انه انا عندي وسط اقل تركيز وعندي وسط اعلى تركيز، وحكالي انه في عندي خاصية اسموزية. بدون تفكير بحكي الانتقال من الاقل تركيز الى الاعلى تركيز دون الحاجة الى طاقة، هاي دغري بدي احطها انها هاي عبارة عن الخاصية الاسموزية. اذا بدي احفظ التعريف على هذا المبدأ، انه هي عبارة عن انتقال الماء من الوسط الاقل تركيز، هياته الاقل تركيز، تمام، الى الوسط الاعلى تركيز دون الحاجة الى الطاقة. لما يحكي دون الحاجة الى الطاقة من الوسط الاقل الى الاعلى، اذا هي عبارة عن خاصية اسموزية. اذا حكالي من الاعلى تركيز حياتهم متكورين حواليها ما له دخل بالمي وانتشر، فاذا هي عبارة عن شو؟ الانتشار. لهون تمام؟ اوكي. هلا حكينا الطريقة الأولى الانتشار، الطريقة الثانية الخاصية الإسموزية، الطريقة الثالثة اللي لسه ما شرحناها وبدي اياك تركز كتير منيح معي لحتى نفهمها، هي عبارة عن نقل النشط. هاي هي الطريقة الثالثة. النقل النشط شو بيحكي لي؟ هو عبارة عن نقل سواء من الوسط الأقل تركيز إلى الوسط الأعلى تركيز، بس شو هون الاختلاف؟ رح يكون بحاجة إلى طاقة. إذا الاختلاف بين الخاصية الإسموزية والنقل النشط، التنتين من الأقل إلى الأعلى تركيز، بس شو الفرق؟ إن الخاصية الإسموزية بحاجة بدون حاجة إلى الطاقة. شوف كيف أنا خربطت. الخاصية الإسموزية ما في أي حاجة إلى الطاقة، أما النقل النشط بده طاقة. هذا الفرق بيناتهم. يلا هلأ بدنا نرجع نعيدهم مشان نفرق. حكيت انتشار من الوسط الأعلى تركيز إلى الوسط الأقل تركيز دون الحاجة إلى الطاقة. عندي خاصية، خاصية الإسموزية من الوسط الأقل تركيز إلى الوسط الأعلى تركيز دون الحاجة إلى الطاقة. النقل النشط بدنا نركز شو النقل النشط. حكيت نفس الشيء من الأقل تركيز إلى الأعلى تركيز، هون شو بده يكون الاختلاف؟ برافو، إنه هون بحاجة إلى طاقة. العمليات الحيوية، هلأ العمليات الحيوية بدنا نركز شوي فيها لأنه رح ناخد عنها أمثلة ورح نحاول نبسطها أكثر ما هي موجودة بالكتاب، تمام. العمليات الحيوية عمليات بتحدث في خلايا الكائنات الحية. ليه؟ حتى تنتج بواسطتها مواد مهمة للخلية. العمليات الحيوية هي اللي بتخلي الخلية تنتج مواد مهمة للكائن الحي. هاي أول فكرة بدي أخد عنها. مثلاً البناء الضوئي اللي حكينا عنه بالدرس الأول، والتنفس الخلوي. وحكينا إنه البناء الضوئي وين بتصير؟ يلا تذكروا معي، برافو، بالبلاستيدات الخضراء. هلأ بدنا نبلش بالمعادلة. ماء زائد ثاني أكسيد الكربون وحطينا أشعة الشمس، شو رح يطلع لي؟ رح يطلع لي سكر الجلوكوز. سكر الجلوكوز هاد وين موجود؟ في البلاستيدات الخضراء. برافو. لو اجينا شفنا هاي الرسمة، تخيلوا انها هاي الشجرة بتدخل، بتعرفوا شو بتتنفس؟ شو احنا بنتنفس الكائنات الحية؟ الانسان والحيوان شو بتنفس؟ برافو، اكسجين. والنباتات CO2. شو هي CO2؟ ثاني اكسيد الكربون. فاذا النباتات تحتاج لـ CO2 والماء H2O اللي هي المي،
بيدخلوا، تنزل عليها أشعة الشمس، بناء ضوئي بيطلع لي أوتو وبيطلع لي جلوكوز. الأوتو هي الأكسجين، والسي أو تو ثاني أكسيد الكربون، والأتش تو أو هي عبارة عن المي. لهون تمام؟ أكيد تمام. نرجع منعيد، منحكي البناء الضوئي بحتاج ماء وبحتاج ثاني أكسيد الكربون، شوية طاقة اللي هي عبارة عن أشعة الشمس، بطلع شو؟ بطلع سكر الجلوكوز وإيش؟ والأوتو. الأوتو هذا إحنا شو؟ الأكسجين اللي إحنا بنتنفسه. تمام؟ هلأ عند البناء الضوئي بدي أعرفها، هي عبارة عن عملية حيوية. شوف كيف نركز المفاهيم، أشياء أنا هلأ أعطتك إياها. عملية حيوية تحتاج لماء وثاني أكسيد الكربون بوجود أشعة الشمس لحتى تنتج سكر الجلوكوز داخل البلاستيدات الخضراء. هذا هو تعريف البناء الضوئي. شو أهميته؟ بدي أعرف إنه تصنع النباتات غذائها بنفسها بواسطة شو؟ بواسطة البناء الضوئي. إذن شو أهمية البناء الضوئي؟ إنه بتخلي النباتات تصنع غذائها بنفسها، وكمان بتنتج الأكسجين الكائنات الحية اللي إحنا بنتنفسها. الرحلة الجزئية الثانية اللي هي عبارة عن شو؟ التنفس الخلوي. التنفس الخلوي بيحتاج سكر جلوكوز وأكسجين لحتى يطلع لي ثاني أكسيد الكربون وماء وطاقة. كمان مرة، عملية التنفس الخلوي بيحتاج سكر جلوكوز أكسجين ثاني أكسيد الكربون ماء طاقة. إيش بدي أعرف شو هي عملية التنفس الخلوي؟ عملية حيوية يدخل فيها سكر الجلوكوز والأكسجين لإنتاج ثاني أكسيد الكربون والماء والطاقة. هيك التعريف، تعريف حسب أنت شو بتفهم. بس شو، في كلمات مفتاحية لازم نركز على شو؟ على الكلمات المفتاحية. في عندي قبل ما شوي ندخل بالتنفس الخلوي عندي كم سؤال. لو اجيت حكيت ماذا تحتاج النباتات في عملية البناء الضوئي؟ شو بتحتاج؟ برافو، ماء وثاني أكسيد الكربون. طيب لو حكيت شو بتنتج؟ سكر الجلوكوز والأكسجين. ممتاز. وين بكون موجود سكر الجلوكوز؟ من وين بنتج؟ داخل البلاستيدات الخضراء. تتم هذه العمليات، عملية البناء الضوئي، التي تصبح بالآخر لشو؟ لصبغة الكلوروفيل. طيب بدي أخذ أمثلة على الكائنات الحية اللي بتقوم بعملية البناء الضوئي. شو هي؟ خلينا نيجي. بناء ضوئي تحصل بالنباتات بالخلية النباتية. خلينا نجرب شو؟ نباتات، برافو، عندي طحالب وعندي بعض أنواع البكتيريا. إذن البناء الضوئي وين بيصير؟ نباتات، برافو، بكتيريا، بعض أنواع البكتيريا والطحالب. هلأ عندي الجزئية الثانية من هذا الموضوع اللي هي عبارة عن المثال الثاني اللي حكيناه، هي عبارة عن عملية التنفس الخلوي. عملية التنفس الخلوي شو هي؟ هي عبارة عن عملية حيوية. تمام، بتفاعل فيها الأكسجين مع سكر الجلوكوز. ليش؟ داخل الخلية. ليش؟ هو لحتى ينتج طاقة. شو أهم إشي رح ينتجه؟ الطاقة. إذا سألني شو رح ينتج التنفس الخلوي، حط لي فراغ واحد، حط لي فراغ واحد. إذا أنا بدي أحط أهم نقطة، أهم نقطة هون هي عبارة عن الطاقة. إذا التنفس الخلوي عملية حيوية بتفاعل فيها سكر الجلوكوز والأكسجين داخل وين؟ داخل الخلية لإنتاج الطاقة. لو أجيت حكيت شو هي الجزئية الموجودة بالخلية اللي بيصير فيها التنفس الخلوي؟ الميتوكوندريا. هاي بدنا نحفظها. وين بيصير التنفس الخلوي؟ بالميتوكوندريا. لو حكينا البناء الضوئي وين بيصير؟ بالبلاستيد اللي سكر الجلوكوز من وين بينتج؟ حكينا داخل البلاستيدات الخضراء. إذا عملية البناء الضوئي كلياتها وين رح تصير؟ بالبلاستيدات الخضراء. أما عملية التنفس الخلوي وين؟ بالميتوكوندريا. هلا حكينا إنه عملية التنفس الخلوي بيدخل فيها سكر الجلوكوز وأكسجين، بيطلع لي ثاني أكسيد الكربون ماء طاقة. إذا بدي أميز بين شغلتين، تفاعل التنفس الخلوي فيه شغلتين، مواد داخلة ومواد خارجة. المواد الداخلية يلا خلينا نعيد، إيش هي؟ تمام، سكر جلوكوز وأكسجين. شو بيطلع منها؟ CO2 طاقة، ماء. إيش هي CO2؟ هون لازم نحفظها. CO2 هي عبارة عن ثاني أكسيد الكربون، والO2 هي عبارة عن الأكسجين. هلا بدي أعرف العلاقة، لو هلا إجينا تذكرنا بين البناء الضوئي والتنفس الخلوي،
بتحسوا انه المكونات الداخلة والخارجة نفسها، يعني بس انه هون طلع ثاني اكسيد الكربون، بالبناء الضوئي دخل ثاني اكسيد الكربون. هون بدي استنتج انه في عندي علاقة بين التنفس الخلوي والبناء الضوئي. شو هي العلاقة؟ خليني هيك شوي نطلع على الرسمة. عندي هون بلاستيدات خضراء، بناء الضوئي، ميتوكوندريا، تنفس خلوي. بدي اعرف ها، لو اجيت حكيت خلينا نتذكر متفاعلات البناء الضوئي شو هي؟ هي عبارة CO2 وماء، بوجود شو؟ بوجود الطاقة، بيطلع لي O2 وجلوكوز. بنفس الوقت متفاعلات التنفس الخلوي هي نواتج عملية البناء الضوئي اللي هي عبارة عن O2 والجلوكوز. فإذا متفاعلات التنفس الخلوي بالميتوكوندريا اللي هي O2 الأكسجين مع الجلوكوز راح يطلع لي CO2 وماء وشو اسمه وطاقة، بس هو مش موجودة عادي مش مشكلة. يعني بدي أستدل إنه علاقة البناء الضوئي والتنفس الخلوي مرتبطات ببعض، حيث أن بدي أعرف متفاعلات عملية البناء الضوئي هي نفسها نواتج التنفس الخلوي. متفاعلات عملية البناء الضوئي شو هي؟ نفسها نواتج التنفس الخلوي. وبنفس الوقت عندي نواتج عملية البناء الضوئي هي نفسها متفاعلات التنفس الخلوي. احنا هيك بنكون خلصنا درسنا. واي استفسار بتقدر تكتبوا لي اياهم بالكومنتات وانا ان شاء الله رح اقدر ارد على اكبر عدد ممكن فيكم، وبتمنى انكم تفهمتوها، فهمت الافكار الرئيسية اللي بالموجود بالدرس، واعتقد انه الدرس سهل. كانت معكم لارا عنبتاوي وبشوفكم ان شاء الله المرة الجاي. باي.